لو الحكاية فيها إن فيديو. الحقيقة طبعا النهاردة احنا يعني انزعجنا كثيرا من موضوع السؤال اللي كان في الامتحان اللي بخصوص احد والذكر اسم احد اللاعبين في نادي الزمالك. احنا الهيئة الجامعة اتخذت مجموعة من القرارات مجرد علمها بالواقعة. اول حاجة تم اتخاذها هو انهاء انتداب هذا العضو، والهيئة العضو ده منتدب من جامعة اخرى للتدريس في جامعة سوهاج في كلية الحقوق، ومنعه من التدريس في جامعة سوهاج بعد انهاء انتدابه، وكمان تحويل الحالة الى سيد رئيس الجامعة اللي بينتمي اليها هذا العضو للتحقيق فيها بمعرفته. وكمان الهيئة احنا بنؤكد على احترامنا الكامل للشعب المغربي والشعب العربية جميعا، بنؤكد ان احنا عندنا مجموعة من الطلاب الوافدين من الجامعات من الدول المختلفة اللي بيدرسوا في جامعة سوهاج، اللي بنأكد على علاقتنا الطيبة بيهم، وكمان يعني كل احترامنا وتقديرنا لجماهير نادي الزمالك، كل الجماهير المصرية اللي يعني علشان برضو ما نقولش ان الجامعة الجامعة ليست طرف في هذا الموضوع. هو الموضوع بيعبر عن الشخص اللي حط الامتحان، لان احنا ما بنعرفش الامتحان موجود فيه ايه الا بعد ما تنتهي اعمال الامتحان. فاحنا بنأكد ان ده تصرف فردي، الجامعة الهيئة اتخذت مجموعة من الإجراءات علشان الموضوع ده ما يتكررش، بالإضافة إلى لقاء تم مع السادة العمداء علشان نأكد على التزام بما هو سيتم في أعمال الامتحانات، وإن احنا لا تكرر هذه الواقعة مرة أخرى.